معنا مشاهدينا عبر سكايب من باريس السياسي العراقي سيد أمير المفرجي، مرحبا بك يا أستاذ أمير معنا. مساء الخير، شكرا على استضافتك. حياك الله. أيضا في ظل إحصائيات تؤكد أن نسبة الفقر والبطالة تجاوزت 30% في العراق، هناك تقارير عن فساد وهدر في النفط، إلى أي مدى يؤثر هذا الهدر في الحالة الاقتصادية في العراق؟ من الطبيعي ان النظام السياسي العراقي والاقتصادي في نفس الوقت لم يقم على اسس اقتصادي تتبعه الدول الناميه التي لها مصادر نفطيه هائله مثل العراق. النظام السياسي والاقتصادي الذي بني في العراق هو نظام محافظه بنيت ركائزه على ترضية المكونات التي تساهم في وقوف هذا النظام على أرجله للاستمرار، لأنه نظام ليس نظام سياسي بمعنى الكلمة، وإنما نظام يعني عمل به لفرض فترة من يعني النظام السياسي للعراق الجديد الذي جاءت به الولايات المتحدة وساهمت في تكوينه إيران وميليشياتها في العراق. إذا هذا النظام لا يستطيع أن يبني دولة نامية مثل العراق على الرغم من وجود هذه الثروات الهائلة، أنه نظام محاصصة يعطي أموال الدولة إلى من يقوم باستمرار هذا النظام من مكونات رؤساء مكونات وأمراء طوائف الذين يمثلون المكونات الثلاثة السنة الشيعة والأكراد. إذا هذا النظام هو خصص لأمراء هذه المكونات وليس للطبقة الكادحة التي لا تزال يعني تعيش حياة لم تعشها حتى البلدان الأفريقية التي ليس لها ثروات في العالم. نعم، من أجل ذلك لجنة النفط النيابية كشفت عن سرقات، يعني أكدت أن شركة سومو للنفط تهدر يوميا أكثر من 9 ملايين دولار. أين تذهب هذه الأموال؟ هناك مصادر كبيرة تسرق من العراق، هناك المصادر التي جاءت بها هؤلاء من خارج جغرافية العراق، هناك الأثر الكبير لتمويل حروب إيران في المنطقة، والكل يعرف بأن إيران قد استطاعت أن تدخل إلى النظام المالي العراقي عن طريق البنوك التي عملت بها واستطاعت أن تشتريها من العراقيين. إذا النظام المالي العراقي هو نظام لا يخدم الدولة العراقية وإنما يخدم استراتيجيات خارجية، استراتيجيات إيرانية، استراتيجيات من جاءت بهذه النخبة بين قوسين إلى الحكم في العراق، إنها يعني إنه نظام خصص لإدامة دولة أو دويلة بين قوسين. والمثال على ذلك ما عمل أخيرا بالنسبة إلى الكرد، لأن رضاء الكرد هو عامل في استمرار هذه الدويلة التي جاءت بها الولايات المتحدة والتي ساهم في تكوينها بول بريمر. هناك من يقول أستاذ أمير أن النفط هو قوة يتمسك بها من يتاجر بالنفط ليصبح لديه السلاح والعتاد، يعني هل نحن بصدد ترسيخ دولة فوق الدولة من قبل الميليشيات؟ شيء طبيعي، هناك العامل الداخلي في العراق الذين يعني يستفادون العفو من هذه الثروة النفطية هم أناس بنوا دولة داخل الدولة العراقية، وهؤلاء هم يعني يعيشون ويستمرون في هذا النمط من هذا النظام من وراء هذه الأموال التي تدور عليهم بالمليارات. ولكن أنا في نظري هناك عوامل خارجية لها أيضا الأثر الكبير في استمرار هذه الدويلة داخل الدولة، لأنها مستفادة أيضا من وجود هؤلاء الذين بنوا نظام خاص بهم، استفادوا من وجود الثروات لبناء ميليشيات داخلية تستطيع أن تدافع عن بقائهم في السلطة. هؤلاء هم مشهورون في العراق، يعني نعطي المثل المالكي استطاع أن يبني دويلة داخل الدولة العراقية على أثر المليارات التي استفاد منها من خلال وجوده في الحكم ومن خلال سيطرته على الكثير من مؤسسات الدولة العراقية التي استطاعت إيران أن تمد يدها العون
للاستمرار والبقاء، وهذا ما يعني يترجم ما يحدث في العراق، وهذا ما يدل على أن الدولة العراقية هي دولة يعني لا تشبه الدول الباقية، وإنما هي دولة من أناس يحكموها بأموال الثروات النفطية وبأموال الإنسان العراقي الكادح. لاحظوا ما يحدث الآن في البصرة، البصرة يعني تعيش وكأنها بلد ليس له أي مصدر نفطي، مع العلم أنها الأرض التي يخرج منها غالبية النفط العراقي. نعم، إذا كانت إيران إذن تستفيد من تهريب أموال النفط، ألا ترى أن تسهيل الحكومة في العراق تهريب الأموال يمكن أن يوقع العراق تحت طائلة العقوبات الأمريكية؟ الحقيقة نحن الآن في انتظار ما يحدث في مجال الصراع الأمريكي الإيراني للاستحواذ على العراق. الكل يعرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما جاءت للعراق كانت لها يعني أهداف واضحة، وهي السيطرة على العراق إقليميا جغرافيا ومن ثم اقتصاديا. وما يعني السيطرة على العراق هو السيطرة على أهم مصدر للطاقة في العالم وهو النفط. وبما أن العراق هو مصدر كبير للنفط، أمريكا جاءت لتنفيذ استراتيجية خاصة بها. ولكن الآن إيران تدخلت لاستراتيجية خاصة بها، وأنا في نظري أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف لا تسمح لإيران في الذهاب إلى أكثر من ذلك. ولكن المشكلة أنه الداخل العراقي لا زال يساعد إيران للإفلات من العقوبات الموجودة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. إذن الصراع هو مستمر بين الأجندة الأمريكية التي هي أجندة قوية ومتمركزة في الشرق الأوسط، والأجندة الإيرانية التي تراوغ في محلها والتي تريد أن تغسل ماء الوجه الذي أنا في نظري يعني بدأ بالزوال وبزوال إيران من الاستراتيجيات التي ساهمت فيها، ولكن هي لا زالت عن طريق العراقيين، عن طريق البنوك العراقية، عن طريق أصدقائها في المنطقة في المراوغة لحد ما يعني تنتهي هذه القصة بخروجها من العراق على ما أعتقد. شكرا جزيلا لك أستاذ أمير المفرجي من باريس عبر سكايب السياسي العراقي.